ضمن السياقات العسكرية التي أكد عليها سيد وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش باشر مدخل تموين رسومية التابع لعملية المواقع العسكرية بتوزيع الأرزاق الجافة من المواد الغذائية وغيرها من المواد الأخرى للوحدات العسكرية ضمن الرقعة الجغرافية له وفق المنيو المعد من قبل دائرة الميرة. هذا وأشرفت المفتشية العسكرية على آلية التوزيع وفتح المداخر. تم اليوم افتتاح مدخر تموين عملية موقع رستمية، والآن باشرت الوحدات باستلام الأرزاق من المدخر، والعملية راح تستمر كتجربة في بداية العمل لهذا المدخر، وراح تستمر أيضا تباعا كل شهر راح نقوم بافتتاح أحد المداخر بحيث يكون نهاية هذا العام افتتاح جميع المداخر في العراق، وبهذا راح نضمن العدالة في توزيع الأرزاق للمقاتلين وسهولة إيصالها والمساواة في جميع الوحدات. وهذه تجربة بداية التجربة، وإن شاء الله تستمر لبقية المداخر الموجودة بالعراق تبعا. وهذا اليوم احنا نشرف به هذا اليوم إعادة السياق الصحيح للسياقات الجيش الصحيحة، من خلالها نضمن أنه تكون توزيع عادل لجميع الأرزاق وتوصل للجندي أرزاقها كاملة ومن نوعية جيدة وتكفي وضمن القياسات الصحيحة. تم اليوم التوكل على الله بتوزيع الأرزاق الجافة على الوحدات اللي اكتالت من مدخل تومين الرستمية حسب توجيهات معالي السيد الوزير المحترم والسيد رئيس أركان الجيش المحترم. واليوم باشرنا بتوزيع الأرزاق الجافة على معسكر البسماية ومعسكر الرستمية إن شاء الله، ويوم الخميس يبدي توزيع الأرزاق الطرية والصمون. وتم جلب جميع المواد، مواد درجة أولى ومواد صالحة للاستعمال، وعندنا قدرنا نسوي منيو جاهز، يعني كل المتطلبات الجندي والمقاتل موجودة في هذا المنيو إن شاء الله. من جانبها أشادت الوحدات العسكرية بهذه الخطوة التي اتخذتها المداخل العسكرية التي تسهم في إيصال أرزاق المقاتلين بجودة عالية وبأقل كلفة عن الأسواق المحلية. هذه المداخر تم تشكيلها حديثا، وهي خطوة إيجابية لدعم الجيش العراقي من ناحية الأرزاق، تكون إن شاء الله لها النجاح الدائم. قام مدخل تموين الرستمية بتجهيز المواد الغذائية للمقاتلين الوحدات التابعة للمشاركين بها، وشفنا المواد جيدة النوعية وتواريخها حديثة، والكميات المطلوبة هي كاملة لنستلمها لفترة 15 يوم، وخطوة هي إيجابية وسلسة بالاستلام. هاي المداخل العسكرية تستعيد عافيتها من جديد وفق السياقات الصحيحة للجيش العراقي لتموين الوحدات بالأرزاق الطرية والجافة ذات مناشئ عالمية. من مدخل تموين الرستمية، محمد شويلي، إعلام وزارة الدفاع.